عبير قبل الامتحان افتكرت لما جت عيني في عيني زمان ما قعد خدناه انا مش قادر فكريني بالاغنيه جماعة دلوقتي احنا بدأنا اللعبة والمفروض ان احنا نشوف بما اني عندي امتحان بكرة فقلت ليه لا ما صورش معاكم فلوج زي ما بعمل معاكم دايما بس النهاردة يوم مختلف تماما لان انا هجهز معاكم كل حاجة من بالليل اول خطوة هبدأ بيها ان انا لازم اعمل لي اندومي عشان جعانة جدا ويلا بينا نجهز الاندومي طبعا زي ما انتم شايفين كده انا لازم يوميا كده اشتري ما لا يقل عن 5-6 اندوميات كده عشان خاطر يقعدوا معايا لمده اسبوع طبعا باكل كل يوم واحد مش بكتر عن كده وزي ما انتم شايفين كده جبت البهارات وجبت البابريكا وجبت الشطه وجبت الصويا صوص وجبت الجبنه طبعا بتجيب اي نوع جبنه وجبت فلفل رومي ومقص طبعا لو عندي كل انواع الفلفل الرومي بستخدمها بس حاليا ما كانش متوفر عندي غير الفلفل الرومي الاخضر وزي ما انتم شايفين كده بجيب طاسه على النار ببدا ان انا اقلي فيها بشوح فيها الخضار بتاعي وبحط فيها شوية سمنة وشوية زيت بحط الشطة بحط البابريكا وبحط كل البهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها زي ما انتم شايفين بحط الصويا صوص وبعد كده بشوحهم شوية بحط لهم مية عشان خاطر ما ينشفوش وبقلب بقلب بقلب كويس قوي واسيبهم لغاية ما يتشوحوا حاجة بسيطة بعد كده بحط الجبنة وبسيب الجبنة كده تاخد وقتها وبعد كده بحط ربع معلقة عسل وبعد كده بضيف الاندومي بتاعي بالمية بتاعته ومش كلها بحط كمية بسيطة وبعد كده بحط البهارات بتاعتي وده الشكل النهائي وبجد يا جماعه طعمه يهبل وطبعا مش هننسى الشطه الكوري جبت كيس الشطه الكوري ده وضفته كله يلا بينا ندوق الجريمه اللي احنا عملناها اللي كلها مشطشطه دي بس طبعا عايزه اقول لكم ان هعمل نفسي ولا كاني دوقتها قبل كده انا باكل بالمقص اهي يا جماعه يلا بينا عارفين ميكس الجبنه على الشطه على الخضار على يا لهوي على البابريكا والعسل عاملين ميكس تحفة دلوقتي قبل ما احضر اللبس بتاعي ايه الخطوه المهمه والاساسيه جدا اللي لازم اعملها من قبل ما اختار انا هلبس ايه بكره او هلبس ايه وانا خارجه عموما سواء في امتحان او لا اول حاجه ان انا بعمل سيرش عن الويدر في حلوان يعني لان اصلا الجو هنا حاجه وفي حلوان حاجه تانية خالص سيرش دلوقتي ظهر لي ان بكره هيبقى 22 زي ما انتم شايفين كده 22 دي وكمان شمس يعني مش هيبقى الجو اللي هو فيه هوا وكده فانا قررت ان اختار اوتفيت اللي هو مش هقول خريفي هو اوريدي هيبقى شتوي بس شتوي خفيف انا هختار مثلا بلوفر او هختار سويت شيرت وتحته اندر شيرت او هختار اندر شيرت فوقيه كوت هنشوف دلوقتي مع بعض محدش يضحك بقى عشان انا حاليا قاعده بلبس البيت ولابسه البيجامه بتاعتي تعالوا يلا بينا دلوقتي نشوف بقى هلبس ايه او هختار ايه معايا وانا رايحه الجامعه بكره انا عندي يا جماعه امتحان يعني صعب فانا محتاجه اتشيك اصلا مش معقوله ولا امتحان ولا كمان اوتفيت حلو يعني لازم نتصور صور حلوه اختار ان انا البس الكود ده الكود ده لسه جايباه جديد هو لونه جراي انا طبعا حاطه بنطلون هنا ملناش دعوه بيه فكر البس يا اما ده يا اما البس الكارجو فكر البس الكارجو ايه رايكم البس الكارجو على سويت شيرت فكره جامده قوي ممكن البس فعلا الكارجو والبس عليه تي شيرت اسود وسويت شيرت اسود هيبقى بجد تحفه تو اوتفيت معاكم والصبح نشوف هنلبس ايه عايزاكم تخمنوا دلوقتي حالا في الكومنت انا هلبس انهي اوتفيت انا حاسه ان ده هيبقى يعني كلاسيك قوي على ان انا اروح بيه الجامعه فممكن اختار الكارجو اكتر وانا مش عارفه هختار ايه الجاكيت الجلد بس حاسه الجاكيت الجلد برضو شياكه اوفر فممكن نختار السويت شيرت الاسود اللي هو ده سويت شيرت اسود عادي جدا بس انا حاطه بالشقلوبة عشان شعر القطط اندر شيرت الاسود خلاص واخترت كمان الشنطه السوداء الباك اللي انتم متعودين عليها تعالوا يلا بينا نشوف بقى هحط ايه جوه الشنطه لان انا عملت كارنيه الجامعه واخيرا طبعا كلكم عارفين انا مش مصريه برضو كل مره هفكركم بالحوار ده فكنت بعاني ان انا اطلع الكارنيه عشان خاطر في لفه في قصه كبيره لو عايزين تعرفوا ايه القصه بقى الكبيره دي يعني اكتبوا لي في الكومنتات واعمل لكم فيديو مخصوص وهي دي الشنطه السوداء بتاعتي ويلا بينا بقى نحط كل حاجه مع بعض انا عايزه احط معاكم حاجه حاجه عشان حاسه ان انا هنسى حاجه معايا بكره حاسه ان انا محتاجه حاجات كتير قوي دي ماده محتاجه فيها اله هاخد طبعا عشان واحد زميلي مش بيبقى معاه اله
فايه فهحطها معاني حاجه، وهي المفاتيح والكارنيه بتاع الجامعه اهو. انا طبعا مش عايزه اوريكم الصوره، ده كارنيه بتاع الجامعه ودي المفاتيح بتاعتي. انا ما اعرفش ايه حبي في ان انا اخد كميه اقلام زرقاء، فانا واخده معايا 4 اقلام زرقاء وقلمين رصاص واستيكه وبرايه، نظرا لان القلم ممكن يتقصف يا جماعه. يعني انا مش دحيحه بس انا ما بحبش اطلب حاجه من حد، فدايما بعمل احتياطاتي بكل حاجه ممكن تتخيل. طبعا فاضل فيها كميه بسيطه، بجد بعشق البرفيوم ده. باخد الفلوس اللي انا ممكن احتاجها معايا في الجامعه، سواء كانت مصروف سواء كان اكل شرب بقى مواصلاتي حاجاتي، وبحطها في الجيب اللي قريب بالنسبه لي. طبعا مش بحط مبلغ كبير عشان خاطر انتوا عارفين بقى مشوار الجامعه ما بيبقاش ليه اي 30 لازمه. بتاعتي بقت جاهزه والاوتفيت بتاعي شبه جاهز، بس قررتش استيل ان انا يعني مش عارف هلبس الكوت ولا هلبس السويت بانس او الكارجو، ولا مش عارفه لسه هعمل ايه. في حاجتين بقى بحب اعملهم جدا قبل ما انام، خصوصا يعني في الفتره اللي بيبقى عندي فيها نزوله الصبح او كده، وهي اني برطب بشرتي من بالليل. طبعا الصبح لو رطبتها الصبح بتخلي بشرتي كيكي لما باجي احط كونسيلر او مثلا عايزه داري حاجه او كده، فبحس ان الدنيا بتبوظ معايا خالص. بالليل مش لازم مرطب معين. جماعه انا بجد عايزاكم تقترحوا لي مرطبات وحاجات جديده اجربها معاكم واقول لكم برده تجربتي فيها. هضحي لكم ببشرتي ما عنديش مشكله، بس انا حرفيا مش عارفه اشتري ايه مؤخرا. الفي ار بيخلص وكمان انا زهقت منه، ما بقتش حاسه ان انا يعني مبسوطه بيه، مش عارفه ليه، فمحتاجه اجيب حاجه جديده. برطب بقى بشرتي كويس جدا تحت عيني، بصوا اعلى ترطيب عندي بعمله عشان خاطر اصحى الصبح بشرتي مترطبه، يا دوب بس ان انا حتى لما اتوضى عشان خاطر اصلي الصبح ما احسش ان الترطيب بتاعها راح، هيبقى مترطبه من بالليل. الحاجه الثانيه اللي بحب اعملها وهي اني برطب ايدي. عايزه اقول لكم معلومه، ان انا حاسه المرطب ده من ساعه ما جبته وحاسه ان هو ما بيعملش اي شيء، مش عارفه هل هو مرطب كويس ولا لا. تجربتكم مع يعني معايا وانا اعرف المشكله بتاعتي دي من عندي ولا من فين. بحس يا جماعه ان هو اصلا بيخليني اهرش في ايدي بجد، انا مش عارفه ممكن يبقى انا مثلا عندي حساسيه منه ولا ايه بالظبط. كده وكده كمان رطبت شفايفي وكده ضن قوي. مهمه جدا بقيت اعملها مؤخرا وهي تعطير الهدوم قبل ما انام، يعني مش محتاجه احط برفيوم وريحه هدومي بتبقى حلوه، وخصوصا لو قعدت يوم كله بره ريحه هدومي بتفضل حلوه. شايفين يا جماعه السبراي ده بتشتريه، السبراي ده بيبقى خاص بالهدوم، يعني بترشيه زي مثلا بترشيه قبل ما تخرجي كده، لا انت بترشيه من قبلها من بالليل كده، وبيخلي ريحه الهدوم بتاعتك بجد تحفه، وغير الريحه اللي انت حباها ده ريحته ورد، فبجد بيخلي ريحه الهدوم يعني كانك مطلعها من الغسيل حرفيا. ودلوقتي اخر خطوه معايا وهي الميكس فراوله يا جماعه، الميكس فراوله وان انا اجهز السرير بتاعي. طب شايفين ان حاطه جنبي المشترك وحاطه جنبي الملزمه والكشكول اللي كنت بذاكر فيه، فدي هحط العصير وهعمل ريفيجن سريع كده. عوضكم ليا يا جماعه الامتحان يطلع حلو، عشان انا بجد بجد بتعب قوي، بتعب في شغلي وبتعب في دراستي ومش عارفه بجد يعني الموضوع ضاغط عليا جدا. صباح الخير، دلوقتي صحيت يا جماعه وهصلي الصبح وعمل لي كوباية الشاي بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده عملت لي كوباية الشاي بتاعتي، وبعد كده دخلت الأوضة. زي ما انتم شايفين لبست برضو الأوتفيت ده، كنت بوريكم شكل البنطلون على الأندر شيرت، ودلوقتي هلبس الشوز. لبست الكوتشي الكعب عشان خاطر يداري الطول بتاع البنطلون، هو أصلا ستايله كده ان هو بيبقى طويل قوي، فزي ما انتم شايفين كده طبعا شكله جامد قوي قوي قوي، حبيته جدا. بس دلوقتي بقى السويت شيرت، هحط الميك اب بتاعي. ميك اب طلبت معايا قوي ان انا ارسم ايلاينر، حطيت الميك اب لوك سيمبل قوي ده، انا بس الفكره ان انا رسمت ايلاينر، وبعد كده ركبت ورحت لغايه حلوان وحولت من حلوان لجامعه حلوان زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الملخصات بقى، ما تقولوش يا جماعه برشام، والله العظيم ده ملخص ملخص يا جماعه بنراجع فيه. وهنا رجعنا على محطه جامعه حلوان ونزلنا على نفس الخط بتاع الجامعه، يعني يا دوب بنعدي الشارع الناحيه الثانيه، مش بنحتاج ان احنا نطلع السلم بتاع حلوان، وكل اللي في حلوان عارف المعاناه بتاعه السلم الغتت اللي هو تبع الجامعة. وزي ما انتم شايفين كده هنا دخلت الجامعة، طبعا الدنيا بتبقى زحمة شوية فمش بنعرف نصور لكم كويس، بس بجد صاحبتي يعني بجد 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 يعني شابوليكي شابوليكي ان انتي بتصوري كل اللقطات المميزة او كل اللقطات المهمة في الفيديو. وزي ما انتم شايفين هنا كمان كنت داخلة ومفروض انا كنت بفكر ان اجيب ميكس شوكولاتة او ميكس فراولة او اجيب كابتشينو الصبح، بس مش عارفة ليه جالي شعور كده. انا شايفة مين
عبير جميل جميل. طيب فقره جديده بقى ماشي. قبل الامتحان المره دي بقى مش بعد، قبل كل امتحان لازم نعمل الفقره دي حرفيا قبل كل امتحان عشان قادر نشوف بقى احنا ذاكرنا ما ذاكرناش ما نشوف هنطلع مبسوطين ولا لا. تتوقعي هتجيبي الامتحان في شوال ولا هو اللي هيجيبك المره دي؟ صح المره دي اتوقع ان انا هجيب الامتحان في شوال قوي كمان عشان انا ذاكرت وتعبت، واللي بيذاكر بيلاقي مش بيلاقي خازوق بيلاقي بيلاقي بس بيلاقي. ان شاء الله يطلع كويسه. الحته دي يا جماعه دايما دايما تيجي عبير انا وعلي لازم تيجي نغني اغنيه قديمه مش عارف دايما او مش لازم تبقى قديمه يا ما كنا عمالين نغني ولازم نعيش الاغنيه قديمه اصلا وبتيجي بقى في دماغنا في نفس الوقت اللي هو بنكمل يلا. انا ببقى اصلا بندم مع نفسي اللي هي كملت عليا نروح داخلين في اغنيه ثالثه كده مع نفسنا. لا والله ما انا قايله تاني اللي بيطلع مره بيطلع خلاص. كانت بتقول ان بدل ما نقول ادعيه مع اننا بنقول انا عندي مشكله مع الكائن اللي جنبي اللي انتم مش شايفينه ده، ان الكائن ده بيفتح الكاميرا بعد ما بخلص كلام. اه والله ايه ده؟ طب انا فكرتك خلصت يا كواليس يا لهوي. بصي انا اللي بمنتج بقى. طب استني 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 فكره جديده حاجه جديده. ايه كلمه اكتر كلمه بقينا نقولها انا وانتي؟ اكتر كلمه نقط. لا بنتي اللي بتقوليها انا وانتي. حتى بقولي اول حرف قذره. قذره انا بقولي حاجه تاني بنقول قذره كتير. نقول قذره نقول يا قذره كده بس ايه بقى في حاجه تاني خلاص ما هي فشلت اصلا خلاص فشلت في الاختبار. جماعه مش عايزه تقولي ايه الكلمه. ماما بتكلبش على فكره يعني الكلمه سوا. بقى في واحده صاحبتنا في المترو بتقولي ايه حفظيني حاجه حفظها حاجه في يعني النظامه دي يعني اللي هو عشان الامتحان اللي احنا داخلينه. أيوة. دلوقتي بتقولي ان انا حفظت تيك توك. بصي يا جماعه الفيديو ده جامد قوي. جيني معاه وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه وما افتكرتش ولا كلمه في الامتحان. يعني قبل الامتحان بدل ما تقولي حفظيني كلمه في النوت تقولي حفظيني تيك توك. يلا بقى مش عايزه اصورها. جماعة احنا وصلنا بدري ودلوقتي الجامعة يعتبر لسه فاضية لسه الناس ما تجمعتش فايه فهنقعد بقى. يا نهار ابيض ايه القعدة المتحركة عبيه. ايه تمام ايه افتكرت لما جت عيني في عيني زمان وقعد خدناه انا مش قادرة فكريني بالاغنية عبيه قبل الامتحان. هنا يا جماعه كنا طلعنا مبنى الامتحانات طبعا هي كانت ماسكه ايدي كل مره لازم تطمني يعني قبل الامتحان. المهم زي ما انتم شايفين كده بقى هخلص من الامتحان وارجع لكم تاني. دلوقتي نروح العبير. عبير احنا خلصنا كام ماده؟ خلصنا 5 مواد. النهارده كان الامتحان عامل ايه؟ كان زي وشك يعني حلو يخرب بيتك والله الامتحان زي وشك حلو حلو. فاضل كام امتحان؟ واحد اهو. ايه بقى متوقع ايه؟ متوقع ان هو يجي سهل قوي. ميه في مفاجاه طيب مجهزها بعد الامتحان؟ ايوه في مفاجاتين. بص حاجه كبيره ولا صغيره؟ حاجتين كبار. طب هما يتوقعوا ولا فعلا نقول انا قلت المحايد؟ لا مش هنقول اي حاجه. جماعه احنا خلصنا الامتحان وطلع اللي بيتعب بيه. لا فعلا يعني فعلا الامتحان طلع تحفه. بصوا اللي ذاكرناه ارقام لقيناه يعني نفس الارقام اللي حليناها امبارح. بس اللي مش مذاكر لا حاجه بجد يعني الموضوع معتمد على انك مذاكر 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 ولا حتى على سناتر ولا اي حاجه. انت لازم تحلل وفاهم المنهج فعلا. امتحان جامد. فاضل كده يا جماعه امتحان واحد بس ونخلص. فاحب اقول لكم ان انا متضايقه. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين المفروض حلوان عشان نحجز الماده اللي بعد كده علينا ناخد فيها كورسات اونلاين. فبس كده قلت اخدكم بقى معايا وانا رايحه. يا جماعه عندي سؤال حصري عايز اساله. طبعا هنا كنت هموت واسالكم واقول لكم يا جماعه بتركبوا من جامعه حلوان لحلوان كام؟ واحنا دايما بندفع 15 فاحنا كده تمام ولا بيتنصب علينا؟ عايزه اقول لكم ان انا اصلا عمري ما بفاصل. يعني انا لو ركبت اي حاجه انا هوبا بديله اللي هو بيقوله. قال لي هاتي 50 هديله 50. وهنا جبنا ميكس فراوله بعد ما خلصنا حجز الحصه وهنا ركبنا المترو. صح
مش عارفه هنا بقى ايه الفكره ان مناخيري كانت حمرا بدون سبب كده مع نفسها، وكنت هنا بسال صحابي اللي معايا بقول لهم هو يا جماعه مناخيري حمرا دي طالعه حمرا قوي، وكنت بمسكها بطمن عليها. طبعا دلوقتي بظن بصاحبتي وخليتها تمسك لي البيجامه اللي انا هلبسها دلوقتي. انا هغير بقى هدومي بما اني روحت البيت، وصاحبتي عملت باصلها ومسكت لي البيجامه على ما اغير. يلا بينا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده غيرت الحمد لله وتوضيت وصليت كل صلوات اللي كانت فايتاني. كنت طالبه كريب انا واصحابي، فتعالوا يلا بينا بقى نجهز الدنيا دي مع بعض، لان اكيد مش ايه مش مجرد كريب كده هيتحط. اول حاجه لا احنا هندوق من كل الكريبات بتاع صحابي، هما طبعا جوه الاوضه وايه وسامعيني من بعيد ومش هيقدروا يعملوا معايا اي حاجه، فتعالوا يلا بينا نطلع. اول صاحبتي وهي جايبه كريب كوردن بلو. اي حاجه معانا هو الكريب بتاع علا. الكريب بتاع علا ده ايه؟ ده بطاطس. لا لا انا هسيب لها البطاطس ايه هي اللي تاكله. انا يا جماعه جبت لي كريب شاورما فراخ، انا مش عايزه افتح الحاجه عشان ما تبردش، وجبت لي كمان باكت بطاطس اللي معانا، وهو الصوص شطه الاتيهات. الاهم من الاكل تظبيط الاكل، هو اكيد مش هناكل يعني كريب من غير شيبسي. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم معرفش. المرحله اللي بعد كده وهي مرحله البيبسي. البيبسي يا جماعه يعني ايه كريب من غير بيبسي؟ كده بقى مش فاضل لنا غير الكاتشب، فيلا بينا بقى نروح نشوف الكريب هيبقى عامل ازاي. طبعا دلوقتي هنفتح اول واحد بتاع صاحبتي. والجمال شايفين الكريبات والحلويات، ده اول واحد مش هنلمسه عشان طبعا صاحبتنا يا جماعه ممكن تقتلنا بدون ذكر اسماء ساره، مش هنذكر اسمها خالص عشان هي ما بتحبش حد ياكل من اكلها، وده الطبيعي بصراحه يعني احنا اللي معاقين. ده بتاعي انا، ده شاورما فراخ. هو طعمه حلو ولا لا؟ بطاطس بالكاتشب بس يا جماعه، بتقول الراجل ما تحطيليش غير بطاطس بس. يا يعني كويس ان هو بيجيب لك اخر حاجه وهي البيبسي. يلا بينا بقى. بجد الاكل كان تحفه، بغض النظر عن ان هو تحفه احنا كنا جعانين، فحتى لو كان قدامنا ايه كنا كمناه. اتس اوكي قلبك عامل كوكي يما اتس اوكي بيبي عادي اتس اوكي لسه ما عشناش معاك فانسى. دخلت الاوضه بدور على اصحابي، بدور بدور بدور، لقيت في حاجه بتتحرك تحت السرير. يا اسف حركت لوحدها. جماعه دلوقتي دخلت عامل نسكافيه ليا انا واصحابي، وطبعا صحابي قالوا لي احنا لازم نعمل لنفسنا. قال لي ساره بتعمل نفسها ودي ولا بتعمل لنفسها، وانا عملت لنفسي لان اكرام الضيف واجب. جماعه دلوقتي بعد معاناه مع صحابي وقعدنا نلعب كتير وعملنا نسكافيه جولد، ولعبنا كمان ايه؟ لعبنا ايه؟ لعبنا كمان مين اللي هيضحك التاني؟ اه مش قلت ان انتي هتستسلمي بسرعه منيني مش هتقدري؟ ما انا قلت يا جماعه انا هستسلم بسرعه عشان ايدي صغيره وبتوجع بسرعه. دلوقتي المفروض احنا نلعب كوتشينه. كام هتتنفس؟ ماشي امسكي ده ثانيه. دلوقتي جبت الكوتشينه يا جماعه وقلنا هنلعب مع بعض. انا مش عارفه الكوتشينه دي معايا يا جماعه بقى لها حوالي 6 سنين تقريبا، تصدقوا كنت شاريها وانا مسافره عشان انا ممكن العب ولسه جديده. شايفين الورق جديد ازاي؟ دلوقتي هنلعب وهنشوف بقى اللي هتخسر وهنشوف الحكم اللي هنحكمه على التاني. دلوقتي علا بقى هتشرح يا جماعه اللعبه اللي هنلعبها عشان انا كعبير معرفش اي حاجه عن الكوتشينه. دي لعبه الشاي، بنشيل كل الولاد والعروسه دي والعرايس، وبنحط شايب واحد بس ما بين الورق. يعني الشايب انهي واحد؟ ده الشايب. تمام نزلي تحت عليه حرف الكي. تمام بنحط مثلا في النص ونقعد بقى نعمل ده كده بتعملي سحر كده يعني بنفنط الورق عامه. ماشي الورق بيخش كله في بعضه. سوري مش بعرف اعمل قوي. مش مهم يعني انت مش شغاله في قهوه يعني. اقسمها اثنين اثنين. احنا 3 افراد يا جماعه بس عندنا صوت ما بيتحدثش، هو اخنا هو بيضحك بس. حطينا اثنين، حطينا لكل واحده 2. خلاص انا بقيت خبره في اللعبه دي. بعد كده ماشي، بعد كده انتوا كل واحد بياخد الورق بتاعه وبيبدا يجمع الاتنينات مع بعض والخمسات مع بعض. اه اوكي حسنا. جماعه دلوقتي احنا بدانا اللعبه والمفروض ان احنا نشوف مين فيهم هيبقى معاهم الشايب، وانا مش عارفه ايه هي اللعبه بس تمام. يلا انا هعيش معاهم بعد كده نشوف انا خسرت ولا كسبت. يا جماعه ودلوقتي بقى اتوضيت وهصلي العشاء. اليوم بتاع النهارده مرهق جدا، يعني صاحيه من الساعه 5:30 الصبح بلس ان انا اصلا نمت لي ساعتين بس، وبلس ان انا بقى قعدت مع اصحابي ولعبنا وكلنا وتحركنا وعملنا حاجات كتير قوي فتعبت. فدلوقتي هصلي العشاء وهمسح الميك اب
وكده بالنسبه لي يعني يا لهوي بجد اليوم متعب جدا. هصلي وارجع لكم تاني بقى نشوف هنعمل ايه في بشرتنا قبل ما ننام. جبت يا جماعه الميك اب ريموفر وجبت القطن، همسح الميك اب وهنام على طول. بس كده هنهي معاكم بقى الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويلا تصبحوا على خير.